ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد المختص في شؤون المياه والأنهار هيثم الخزعلي. أهلا بكم سيدي. حياكم الله، مرحبا بكم وبقناتكم الكريمة ومستمعيكم الكرام. أهلا بك. كيف تفسر ظاهرة التلوث التي أدت إلى أزمة المياه، مياه الشرب في البصرة، فيما لم تقدم الحكومة أي تفسير عن هذه الأزمة؟ طبعا ظاهرة التلوث التي ظهرت قبل سنة أو أكثر من سنة في محافظة البصرة هو نتيجة انخفاض مناسيب المياه وارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب، مما أدى إلى موت العديد من النباتات وموت الكثير من الحيوانات والمواشي المستخدمة في أرياف العراق، وحتى مياه الشرب ارتفعت بها نسبة الملوحة والتلوث وأصبحت غير صالحة للاستخدام. فأعتقد أن مناسيب المياه هي مرتبطة بشكل أساسي بعملية التلوث في مياه البصرة. إلى أي مدى تظن أن تلوث المياه تجاوز معدلات الخطر وفقا لتقرير لمنظمة Human Rights Watch؟ طبعا تلوث المياه في البصرة مرتفع كما قلت لك بسبب نسبة الملوحة العالية، إضافة إلى أن البصرة منطقة نفطية وهناك قد يكون تسرب أو تشبع للتربة ببعض المنتجات النفطية، وبالتالي ما لم يتم معالجتها كيميائيا وتطهير هذه المياه ربما تؤدي إلى ارتفاع حالات الإصابة بالتسمم. وأعتقد أن الحكومة مطالبة بإنجاز مشاريع تحلية المياه ومشاريع تعقيم المياه في البصرة. هناك عقد بين محافظة البصرة وشركات صينية كي تباشر بعملية بناء محطات لتصفية وتحلية المياه في البصرة. في هذا السياق يتساءل كثيرون عن مصير مخصصات تنقية المياه وتحليتها التي أنفقت على هذه المشاريع، أين وصلت؟ طبعا الحقيقة بالنسبة للحكومات السابقة كل المخصصات شابها الفساد الإداري ولم يتم إنجاز المشاريع. كان هناك مشروع من المقرر أن يتم مد مياه من الناصرية إلى محافظة البصرة وكانت كلفته ذو جدوى اقتصادية، إلا أنه تم إنجازه إلى نصف العمل ولم يتم استكمال العمل بهذا المشروع. كما أن المشاريع الأخرى كانت بحاجة لصيانة بسيطة، والأمر تفاقم إلى أن تدخلت المرجعية الدينية وأخذت بعض الفنيين بإشراف العتبة وقاموا بتشغيل بعض محطات التحلية وحلوا الكثير من المشاكل لتصفية المياه، إلا أن هذه الحلول ليست حلول دائمية. البصرة بحاجة إلى بناء محطات تصفية وتحلية للمياه، وهي بحاجة أيضا لكل ما تحتاجه المدن الحديثة من بنى تحتية. البصرة تنتج الكثير من النفط و 90% من موازنة العراق هي من البصرة، إلا أنها تعاني ما تعانيه بسبب هذه الثروة النفطية، حيث لا تحصل على أكثر من 1% من الموازنة، وتم إتلاف الكثير من الأراضي الزراعية بحجة التنقيب عن النفط. كما أن أمراض السرطان التي تفاقمت في البصرة بسبب عمل الشركات الأجنبية، بإضافة إلى ذلك ارتفاع معدلات البطالة بسبب أن هذه الشركات تقوم باستقدام كادر أجنبي للعمل وتتجاهل أبناء المحافظة وعدم تشغيلهم في هذه المشاريع. كل هذه الأسباب أيضا متفاقمة هي ما يؤدي إلى سخط واستياء أهل البصرة. كمختص في تنقية المياه، ما هو الحل الآني الذي يمكن اللجوء إليه لحل أزمة مياه الشرب التي يشهدها المواطنون اليوم في البصرة؟ طبعا الحل يكمن في استكمال مشروع البصرة الناصرية ومد المياه العذبة من الناصرية إلى البصرة، إضافة إلى المباشرة ببناء محطات تصفية وتحلية المياه في البصرة وإقامة محطات تحلية على الخليج وشط العرب من أجل تغذية المدينة، وممكن القيام بشراء محطات جاهزة لا تستغرق سوى أيام لعملية نصبها وتحلية المياه فيها.
شكرا جزيلا لكم المختص في شؤون المياه والأنهار هيثم الخزعلي، كنتم معنا عبر الهاتف من بغداد.